إذا مشاهدين البيان الأمريكي المصري القطري المشترك تبلور بعد مكالمة أجرها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري وأمير قطر الثلاثاء الماضي، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول من الإدارة الأمريكية تحدث عن ترحيب مكتب بنيامين نتنياهو بالمبادرة وحديث عن مشاركة مسؤولين إسرائيليين في المحادثات. وأوضح المسؤول الأمريكي أن المحادثات التحضيرية استعدادا للاجتماع المزمع إجراؤه الأسبوع المقبل ستبدأ قريبا في واشنطن بالتوازي مع متابعة الولايات المتحدة للضربة الإيرانية المحتملة على إسرائيل. وفي هذا السياق أوضح المسؤول أن البيان جاء بضغط من القاهرة والدوحة لاتخاذ هذه الخطوة، نافيا وجود نوايا مبطنة بتوجيه رسائل إلى إيران حول هجومها المحتمل على إسرائيل. لكنه سرعان ما عاد للتلويح بأن إطلاق إيران حربا موسعة في المنطقة عبر هجوم ضخم على إسرائيل هددت بتنفيذه بالمشاركة مع أذرعها في المنطقة سيقضي على أي أمل بإنجاز هدنة في غزة، لأن واشنطن ستنشغل بملفات أخرى. وقال المتحدث إنه لا يحق لإيران مهاجمة إسرائيل على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي والذي تتهم إسرائيل بتنفيذه. وأكد المسؤول رفض بلاده للتهديدات الإيرانية بضرب إسرائيل، مضيفا أن بلاده حركت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة بينها مقاتلات F-22 بهدف ردع أي هجوم إيراني محتمل.